المحقق الخاص في دائرة وسط ولاية كاليفورنيا وجه 9 اتهامات خطيرة إلى هانتر بايدن في وقت كان يتوقع الجميع الوصول إلى تسوية على أساس إقراره بالذنب وألا تتخذ إجراءات عقابية في حقه. قضية هانتر بايدن تعكس حقيقة النظام القضائي. كنا نتوقع تسوية على أساس إقراره بالذنب، وهو الآن بات يواجه ملفين خطيرين في ديلاوير وفي كاليفورنيا، وهذا يدحض ادعاء ترامب بأن القضاء مسيس. ويرى مراقبون أن إنفاق هانتر بايدن لأموال طائلة على حياة البذخ والترف بدلاً من أن يدفعها إلى مصلحة الدخل الضريبي جعلت الوصول إلى التسوية في ملفه مستحيلة. هانتر بايدن أمام ملفين كبيرين، تحقيق المدعي العام والمحقق الخاص، وأيضاً يواجه التحقيقات التي تقوم بها لجنة خاصة في مجلس النواب، ومن المؤكد أنه سيتم استدعاؤه قريباً أمام الكونغرس. وأمام انعكاسات القضية سياسياً بدأت أصوات تعلو في الكونغرس لاستدعاء هانتر بايدن والتحقيق معه، إلا أن محاميه يتوقعون بأن يدفع بالتعديل 5 من الدستور الذي يعطيه الحصانة بالبقاء صامتاً. خصوم الرئيس بايدن السياسيين وتحديداً هنا داخل الكونغرس سيستغلون هذه الاتهامات لاستثمارها سياسياً في الانتخابات الرئاسية المقبلة. الرئيس بايدن أكد مراراً وتكراراً وفي مناسبات عدة عدم صحة هذه الاتهامات، إلا أنه في الواقع وللأسف أن كثيرين لا يصدقونه. جو تابت، سكاي نيوز عربية، واشنطن.